أخبار بقى الوداد واستعدادهم لمباراة على المستوى الصحافة يعني المغربية. في طبعا يعني في طبعا الناصري طبعا بيخصص مكافأة تاريخية للاعبي الوداد ده رئيس النادي. أكد موقع سبورت 7 المغربي أن سعيد الناصري رئيس نادي الوداد خصص مكافأة تاريخية للاعبين في حالة فوزهم على النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووعد بصرف منحة مالية يعني تبلغ 3 مليون درهم لجميع اللاعبين في حالة الفوز، وهي أكبر منحة أو أكبر جايزة أو أكبر مكافأة بيخصصها طبعا رئيس النادي للاعبي فريق الوداد منذ اعتلائه لرئاسة النادي فوزي لقجع. زي ما بقول لحضراتكم كمان رئيس الاتحاد المغربي بيخصص زيارة تشجيعية لفريق الوداد الحقيقة، نفس الموقع اللي سلط الضوء على زيارة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. زار تدريب الوداد الرياضي طبعا باستاد مركب محمد السادس، استاد الموجود في الدار البيضاء. كمان زي حضراتكم شايفين في الصورة وليد الركراكي ده المدير الفني للمنتخب المغربي وسعيد نصير رئيس النادي كانوا متواجدين، وبعد نهاية التدريبات التقى السيد لقجع بلاعبي الوداد الرياضي والطاقم الفني والطبي وطلبهم ببذل قصارى طبعا الجهد من أجل إهداء المغرب لقب أفريقي آخر. زي ما بقول لحضراتكم الاهتمام كبير جدا جدا على مستوى طبعا اتحاد الكوره، على مستوى كمان وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي زار الفريق الوداد وكان في مقابله مع اللاعبين ومقابله مع الجهاز الفني والطبي، وكان في حاله من التشجيع ويعني الحافز الكبير جدا جدا للاعبي الوداد للحصول على هذه البطوله. ولكن زي ما بقول لحضراتكم كل ده خارج الملعب، اللي هيحدد البطولة إن شاء الله رجالتنا إن شاء الله هتكون على قد المسؤولية. داخل المستطيل الأخضر بتتحدد البطولة، مش هنفكر في حاجة تانية، مش هنفكر في حكم، مش هنفكر في حاجات الناس بتتكلم عليها على السوشيال ميديا، لكن احنا دايما بنفكر في التسعين دقيقة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي ينهي هذه المباراة الحاسمة في تاريخ النادي الأهلي بالفوز بإذن الله.